من جانبي على كل حال انا عايز اقول ثلاث جمل ولو في وقت نشرح شويه. الجمله الاولانيه هي انه هذا الاقتصاد وهذه البلد ليست في المكان اللي يجب ان تكون عليه. هو اقل من امكانيات هذه البلد واقل من طموحات من يعيش في هذه البلد. احنا كده سب اوبتيمال جوه البرودكشن بروبيتي فرونتير للجماعه على كل المستويات وبلا استثناء. تتكلم على مستوى الشركات، تتكلم على مستوى المؤسسات والهيئات العامه، تتكلم على مستوى صنع السياسات، تتكلم زي ما انت عايز. طبعا ممكن اقول كلام كتير قوي بس مش عايز اعمل حاجه دلوقتي. نمره 2 هي انه ما نعرضه من برامج اصلاحيه سواء الجزء بتاع صندوق نادي الدولي او غير صندوق نادي الدولي، سواء المشروعات الكبيره او الصغيره، سواء المبادرات بتاعه الاستثمار او المجلس الاعلى للاستثمار، كل ده في تقديري طموحات زي ما قيل الحقيقه شديده الضحاله مقارنه بما اللي هيساعدنا ان احنا نوصل للحته اللي احنا عايزين نوصل ليها. ودي مساله برضو ممكن الكلام فيها كتير. فدي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه وبرضو كان ممكن اتكلم فيها كتير بس مش هعمل ده. النقطه الثالثه ممكن اتكلم فيها زياده شويه بارينا لو سمحت الدكتوره شيرين. هي طب ايه البديل؟ هي مساله ما يجوز منها، يعني احنا مش في المكان اللي احنا عايزينه، هو ان البرنامج المطروح ما هواش بالجوده والطموح اللي يجب ان يكون عليه. يا ترى طب ايه بقى البديل؟ نعمل ايه يعني؟ انا بحب انظم المسائل تحت ايه الاجراءات اللي ممكن تعمل على مستوى السياسات الكليه عشان احقق هذا التوازن الكلي والاستدامه والدين العام والقصه دي. والجزء الثاني خاص بالنمو والتشغيل والاستثمار والكلام من ده. والجزء الثالث خاص بالعداله الاجتماعيه. فهل